بسم الله الرحمن الرحيم، عليه توكلنا وبه نستعين. نحيي جميع السادة الوزراء، نعزي حقيقة قواتنا المسلحة وما أصابه قوات الحشد الشعبي، خصوصا اللواء 45 واللواء 46، وهناك حقيقة أعداد كبيرة من الشهداء وأيضا أعداد كبيرة من الجرحى، وقسم منهم في حالة خطرة وحساسة. حقيقة ما حصل يوم أمس كان عدوان واضح غير صحيح، حاولنا أن نعرقله، حاولنا أن نمنعه، لكن كان هناك إصرار، وللأسف الشديد جرى هذا الأمر، وهو أمر ستكون له تبعات غير محمودة. إن شاء الله نستطيع من مواجهتها ونستطيع أن نخرج من هذا الوضع والعراق أقوى وأكثر أمن وأكثر سلام. عندما جاءت هذه الحكومة حاولت أن تتخذ موقف متوازن في هذه المسائل. احنا ذكرنا منذ البداية نحن لسنا جزء من منظومة العقوبات، وأيضا لسنا جزء من أي محور يعادي أي بلد آخر مجاور أو بلد صديق. حاولنا أن نتبع هذه السياسة، وهي سياسة صعبة، نقر أنها سياسة صعبة، ليست سياسة سهلة، لكن حاولنا أن نجنب العراق خطر الحرب، وانتقدنا كثيرا على هذه السياسة، وكنا نعرف أن حقيقة الانحياز إلى سياسة أحادية الجانب تقود إلى مخاطر كبيرة، ومنعنا كثير من الأحداث رغم صعوبة الأوضاع. العراق منذ 40 سنة وهو في حروب إقليمية دائمة وفي تدخلات مستمرة، وخضع إلى العقوبات وخضع إلى الحصار ووضع تحت الاحتلال، والقاعدة التي هي ليست صناعة عراقية بل هي نتاج ما حصل في أفغانستان وما حصل من أحداث، انتقلت إلى العراق وأسست لنفسها أيضا مواقع عدوان، وعانينا ما عانينا طوال السنوات الأولى بعد 2003 من هذه الأحداث. فعلى الجميع كان سواء عراقيين أو غير عراقيين، دول جوار أو دول صديقة، أن تدرك هذا الوضع، تدرك أن في الوضع هناك خروقات، تدرك أن في الوضع هناك انسيابات معينة لا تسمح حقيقة إلا بعمل تدريجي لضبط الأمن في البلاد. لذلك عندما جاء داعش وتصدى الجميع ونشأ الحشد الشعبي وقاومت البيشمركة والقوات المسلحة والمتطوعين من العشائر، ما كان بالإمكان أن نخرج ومجرد أن ننتصر في المعركة ضد الحشد أن نقول للجميع رجعوا لبيوتكم، خلصنا، أنتوا ضحيتوا، كل واحد ضحى من إخوانه ومن أهله، فأنتوا رجعوا بعد لبيوتكم وقعدوا وانتظروا إيش لح يحصل. لا، هناك استحقاقات تحصل، هناك أمور كما هي العادة في مختلف البلدان، وحاولنا فعلا أن نقنن حالة الحشد ونقنن حالة البيشمركة وندرجهم في القوانين وفي الموازنات، ونحاول أن ننظم وضع البلد، لكن هذا ما يحصل بدون بعض الاعتراضات من هنا وهناك. علينا أن نصبر ونريض ونحاول أن نصل، وندعي أننا سيطرنا على أكثر من 95% من الحالات، وفعلا سادت حالة من الأمن، عدم التصادم، ولم تحصل أحداث كبرى كما كان يحصل مثلا في أعوام 2005 و6 و7 و8 و9 و10 و11 لحين انسحاب قوات التحالف الدولي. استطعنا أن نحافظ على حالة من التوازن في عدم الاحتكاك وفي إبقاء من يختلف في وجهات النظر كل في مساحته. في الآونة الأخيرة في العام من تشكيل الحكومة حقيقة واجهتنا معادلة معقدة ومعادلة صعبة، وهي أن إما أن تكون معي أو تكون ضدي. بدأت الأطراف تتصرف بهذا الشكل، الطرف الدولي يتصرف بهذا الشكل، الأطراف المحلية تتصرف بهذا الشكل، ودخلنا في هاي المعادلة الصعبة. احنا كنا نرى ان موقع العراق هو موقع يلتقي عنده الجميع، لا يتصادم مع الجميع، واذا تصادم مع طرف سيتصادم حقيقة بما يعرض امنه وسلامه الى الخطر. وحاولنا ابعاد العراق، واعتقد نجحنا نجاح كبير.
لكن تصاعدت هذه الأمور، حصلت بعض الاعتداءات على بعض القواعد العسكرية وكنا ندينها ونلاحق، لكن الطرف الدولي أخذ حقيقة أيضا يصعد في هذه المسألة ويفسر هذه الاعتداءات، يلقيها على أسماء محددة بدون أدلة. كنا دائما نطالب بأدلة ونطالب بأن نشترك دائما في التحقيق وأن لا يكون هناك أي عمل منفرد أو أحادي من طرف، لأن هذا سيعرض أمن البلاد إلى الخطر. حصل اعتداء على كيوان في كركوك وسقط أيضا ضحايا من الأمريكان والعراقيين، واستنكرنا هذا العمل. وبعد هذا العمل حقيقة حصلت مكالمة مع السيد وزير الدفاع الأمريكي، ونبهنا أن اتخاذ قرارات أحادية هو أمر غير صحيح، وذكرنا في البيان الذي صدر بعد ما حصل في المطار من هجوم على مقرات لمكافحة الإرهاب وفي كيوان، ذكرنا أن اتخاذ قرارات بدون استشارة العراق من طرف واحد مهما كان، سواء كان طرف داخلي أو دولي، والأحرى بالطرف الدولي، أن لا يتخذ مثل هذه القرارات ولا يشرك العراق بهذه القرارات، تصدر قرارات لوضع أناس على قوائم مثلاً أو قرارات تتعلق بالعراق والحركة داخل العراق بدون أخذ رأي الحكومة العراقية، قلنا هذا أمر خاطئ يجب أن لا يحصل. وفعلاً في البيان الصحفي الذي ذكرنا قلنا بعد الكلام مع السيد أسبر، كما نبه السيد رئيس الوزراء إلى أن اتخاذ قرارات من جانب واحد ستكون له ردود فعل سلبية تصعب السيطرة عليها وتهدد أمن وسيادة واستقلال العراق. بالأمس بعد حصول حادثة كيوان حصل اتصال في الساعة 7:45، وذكر السيد الوزير أن الولايات المتحدة ستقوم بهجمات على قواعد لجهة حددها وهي كتائب حزب الله، وهذا سيحصل بعد ساعات. أنا ذكرت له قلت يوم هذا أمر خطير وأمر تصعيدي ويجب أن نتشاور في هذه المسائل، والتحقيقات بيننا ما زالت جارية ولم تحدد الجهة التي قامت بالعمل في كي واحد. قال نحن لدينا معلومات وسنتصرف على هذا الأساس. أنا قلت هذا أمر فعلا سيكون جدا خطير، وطلبت نبحث وجه لوجه وليس فقط عبر الهاتف مع الجهات المسؤولة. قال القرار قد اتخذ وأنا أبلغ هذا الشيء، وفعلا احنا حاولنا أن نبلغ القيادات الأمنية سواء العسكرية أو الحشدية أن هناك هجوم سيحصل. حقيقة الأمر الذي حصل هو هجوم طائرتين، إلى حد الآن ما حددنا من أين أتت، لكن يقينا لم تؤشر لدينا معلومات أنها جاءت من داخل العراق. طائرتين هاجمت مواقع اللواء 45 و46 للحشد الشعبي، وهذا اللواء يعني منضبط مسيطر عليه، ليس اللواء تابع لجهة خارجية عن إدارة أو قيادة الحشد أو قيادة القوات المسلحة العراقية. وحصل هذا الهجوم وكان هجوم عنيف جدا وأدى إلى وقوع خسائر كثيرة بما فيهم هناك من الجيش وهناك من الشرطة الاتحادية جرحى، وضربت مدافع 155 مليم اللي هي تابعة للجيش العراقي، 4 مدافع 155 وهي يعني سلاح عزيز علينا. تعرفون القطاعات العسكرية عندنا مو منفصلة بعضها عن بعض الآخر،
خلاف ما يشاع أن مثلا عندما يتم الكلام عن فصائل، الفصائل شيء، لكن الآن بعد ما أدرجنا الألوية أصبحت الجبهات ممسوكة من قبل ألوية وقطعات وأفواج، سواء من الجيش أو الحشد أو الشرطة الاتحادية، وهي متداخلة وبيناتهم مساهمات ومعايشات بعضهم لدى البعض الآخر، فماكو هذا الفصل كما قد يتصور البعض، وهذا خط دفاعي مهم للعراق في مواجهة داعش، خصوصا بعد الانسحاب الأمريكي من سوريا وانفلات كثير من العناصر الداعشية في سوريا، فهو خط دفاع وخط صد أساسي من خطوطنا الدفاعية. لذلك فعلا نحن نتكلم عن عمل غير صحيح تم القيام به، وتكون حقيقة له يعني مضاعفات، ندعو من الله فعلا أن يوفقنا للسيطرة عليها. ونعتقد أيضا هذا الهجوم لم يتم بناء على أدلة، وإنما بناء على انطباعات وتصورات ومواقف، وهذا سبب التوتر الكبير الكبير الموجود في الصراع الإيراني الأمريكي، وحاولنا أن نقلل كثيرا ونخفف كثيرا من هذه الأشياء، لكن للأسف الشديد تصل الأمور إلى هذا المستوى. بعد ما حصل وبدت المعلومات ترد، اتصل أيضا مساعد وزير الخارجية الأمريكي وذكرت له، ما حاولت يعني، قلت له أنا حزين وغاضب لهذا الشيء، والآن ما عندنا شيء نتكلمه، أنا لازم أجتمع بوزارتي وأجتمع بالمسؤولين العسكريين والأمنيين، لذلك بعد هذا الاجتماع سيكون لدينا اجتماع في المجلس الوزاري للأمن الوطني نناقش فيه بتفصيل أكثر الترتيبات والمواقف التي ستترتب عن هذا الهجوم. احنا عبرنا دائما رفضنا أي هجوم من أي جماعة على أي قاعدة عسكرية عراقية وأدناها، ونتخذ أحيانا إجراءات، غير صحيح أننا لا نتخذ، لكن أيضا من غير الصحيح أن يشن هجوم على العراق بهذا الشكل، وهذا يعرض فعلا سيادة العراق للخطر، وسنبحث هذا الأمر بالتفصيل. أيضا أظن حتى لا نسرع في اتخاذ مواقف متسرعة، أيضا في مجلس النواب قد يناقشون هذه المسألة اليوم، وسنرى ما تسفر عنهم النتائج، لأن بالأخير هذه الحكومة حكومة تصريف أمور يومية وهي محدودة الصلاحيات، وسنرى ما يصدر عن البرلمان أيضا حتى نقدر أن نقدر الموقف الصحيح. هناك بعض المقترحات ستطرح على المجلس الوزاري للأمن الوطني، وسيصدر بيان من المجلس الوزاري للأمن الوطني يعبر عن رأي الحكومة في هذا الموضوع.